لم يتمكن أهالي ناحية جلولة وغالبيتهم من النازحين فضلا عن أهالي المناطق القريبة التي توصف بالمتنازع عليها من تنظيم تظاهرة داخل مركز الناحية للتعبير عن رفضهم لما وصفوها بالانتهاكات التي تمارسها الأحزاب الكردية وقوات البيشمركة، فاختاروا بعقوبة مكانا للتظاهر. ناحية جلولة ناحية عربية، 90% من عدها عرب، 90% من عدها عرب، وتم تجريف البيوت 33 قرية، وتم تجريف حي التجنيد وحي المرور بالكامل، والآن يمنعون عودة 50,000 عائلة إلى جلولة. حضور المتظاهرين وحضورنا هو رفض إجراء استفتاء في هذه المناطق، لكون هذه المناطق لم تكن تابعة لإقليم كردستان. المتظاهرون اتهموا البيشمركة بإحداث تغيير ديموغرافي في مناطقهم بعد ترحيل غالبية العرب وتجريف أكثر من 30 قرية، رافضين شمول مناطقهم باستفتاء الإقليم. الاستفتاء مرفوض جملة وتفصيلا كونه الاستفتاء غير قانوني وغير دستوري، كون المناطق عربية ونسبتها تشكل 90%. كعشائر راح نتحرك من ذاتنا ونستخدم القوة من كل ضد كل الأحزاب الكردية وقوات البيشمركة ونعتبرها محتلة. قائم مقام خانقين محمد ملا أمين أوضح خلال اتصال مع الحرة بأن البيشمركة قوات مهنية لا تمارس الانتهاكات ولم تمنع أحدا من العودة باستثناء الإرهابيين والمطلوبين للقضاء. أما قائد عمليات دجلة فذكر بأن المهام الأمنية في خانقين وجلولة تقع على عاتق البيشمركة وأن الأوضاع آمنة ومستقرة. قوات عملية دجلة قاطع المسؤولية ما تشمل المناطق الأخرى اللي هي مندلي، السعدية، كل محافظة الديالة، قرى تبة، عدا جلولة وخانقين اللي هي ضمن قاطع مسؤولية البيشمركة. من مدينة بعقوبة مركز محافظة الديالة، هادي العنبقي، الحرة.